وصلت الآن دفعة جديدة من مهجري مدينة دوما بالغوطة الشرقية بدمشق إلى مدينة الباب. نحن معكم الآن من معبر أبو الزندين في محيط مدينة الباب. هذه هي الدفعة الرابعة التي وصلت إلى ريف حلب الشمالي الشرقي، وكذلك هي الدفعة الأولى التي وصلت بعد الاتفاق الذي تم بين جيش الإسلام من طرف وبين الجانب الروسي من طرف آخر. هذه الدفعة عدد حافلاتها ما يقارب 60 أو أكثر من 60 حافلة، تم تأخيرهم إلى ما يقارب 15 ساعة في مخيم الوافدين في دمشق، ومن ثم تم إرسالهم أو توجيههم إلى هذه المنطقة. الآن هذه الدفعة وجهتها مدينة عزاز وأيضا مخيم الوافدين لتستقر هناك، وبانتظار دفعات جديدة قد تصل خلال الساعات المقبلة إلى هنا إلى مدينة الباب. تعداد القافلة تقريبا 60 باص، كل باص فيه تقريبا 50 شخص بين طفل وامرأة وشيخ، رجل كبير يعني. طبعا كان في غلاوة كبيرة على الطريق بسبب توقيف القافلة بمناطق سيطرة النظام على الاستيراد الدولي بقرب دوما. تم توقف القافلة تقريبا ل 12 ساعة او اكثر، 24 ساعة، دون يعني الوضع كان مأساوي جدا على الطريق. فالحمد لله رب العالمين بعدين مشيت القوافل ووصلنا هلا على مدينة الباب، الله يجزيكم خير. الاتفاق هو انه خروج من يرغب من مدينة دوما باتجاه جرابلس والباب مقابل اخراج المحتجزين والرهائن من اسرى عدن العمالية وبعض التفاصيل الاخرى البسيطة كتسليم بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.